する丸く経験を أسعار اليوم في كورونا زايده شويه دايرين لومبالاج هما قالوا لنا حابسين لومبالاج ولكن باقي لومبالاج خدام هو اللي زيد لنا في الاثمنه ديال الديسير وديال الخضار وراه كاين مثل الليمون موسمي وهو كنشريو فيه ب 8 دراهم من المارشي 6 دراهم 7 دراهم هاد الحاله هاد الموسميه راه خصنا ناكلوها غير ب 5 دراهم المواطن ياكلها ب 5 دراهم حيت هادي منتوج ديالنا ما كنستوردوش هاد المنتوج راه خصو يكون بحال هادي المواد هاديه والليمون الكبير الرمان هذا الشيء غيكون سلبيات اللي معول على المواطنين ياكل من وليداتهم بثمنه رخيصه نطلبوا من الله يرحمنا لان فوت التوقيت ديال الحرث راه الناس دارت الزريعه والله يرحمنا وكنا كنتسناو الشتاء لان الشتاء هذا العام ما صباتش اخويا دابا جاي شي شهر دابا الاسعار دابا كترتفع بالنسبه للبطاطا وماطيشه و الخضره كلها تقريبا كانت غير البصله اللي رخيصه شويه هاد اليوم صبحت زايده في الثمن اثمنه بطاطا كاينه ب 7 دراهم كاينه ديال 6 دراهم مطيشه 7 دراهم 6 دراهم والبصله 4 دراهم اثمنه مولفه كتكون 3 دراهم بطاطا 3 دراهم مطيشه على قد المستطاع ديال المواطن دابا السوق غالي في بلاصتو غالي والله يرفع لنا هذا الوباء هذا هو زاد ازم حتى الوقت شويه زاد ازم بسميته بالنسبه للفلاحه وهادشي كلشي تازمات الوقت وزاد كمل هاد الوقت هذا ديال الخريف كتغلى السلعه الدجاج اليوم واصل 360 18 درهم 330 في بلاصتو اما هاد الغلا معليش الاقبال بزاف كانت 20 درهم دابا كتقول الناس راه هذيك 20 درهم ما بقاش القبوله 360 يلاه يلاه بشويه بنادم عايش مع الوقت وصافي بنادم مزير مأزم السلعه قليله شويه فكل شيء لصحاب الكوارة دابا كملوا داك الازمه باعوا بالخطيه كل شيء مريح بقاو هذوك الناس اللي لاباس عليهم هما اللي محكمين في السوق كيبيعوا باش بغاو هما هادشي علاه مطلعين السوق شويه